الملك محمد السادس يعد بتعديل حكومي قريب لإفساء مرحلة جديدة والحد من التفاوتات الصارخة بمناسبة الذكرى العشرون لجلوسه على العرش. توجه العاهل المغربي بخطاب للأمة وعد فيه بمرحلة جديدة للحد من التفاوتات الصارخة في المملكة، ولا سيما عبر إجراء تعديل حكومي إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي. وبعيد إلقاء العاهل المغربي خطابه من قصره في تطوان شمال، أعلنت وزارة العدل في بيان أنه بمناسبة عيد العرش أصدر الملك عفو ملكية شمل 4764 مدنا، بينهم خصوصا مجموعة من معتقلي أحداث الحسيمة الحراك الذي هز منطقة الريف في شمال المملكة عامي 2016 و2017. ولم يذكر بيان الوزارة عدد المستفيدين من العفو من معتقل أحداث الحسيمة. ويشار إلى أن هذا التحرك الاحتجاجي انتهى باعتقالات وصدور أحكام قاسية طالت مئات الأشخاص وفق منظمات حقوقية. وفي خطابه قال الملك البالغ من العمر 55 عاما إن تجديد النموذج التنموي الوطني ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو مدخل للمرحلة الجديدة التي نريد بعون الله وتوفيقه أن نقود المغرب لدخولها. وتابع أن هذه المرحلة الجديدة قوامها المسؤولية والإقلاع الشاملة. مغرب لا مكان فيه للتفاوتات الصارخة، ولا للتصرفات المحبطة، ولا لمظاهر الريع وإهدار الوقت والطاقة. واعتبر الملك محمد السادس أن المرحلة الجديدة ستعرف إن شاء الله جيلة جديدة من المشاريع، ولكنها ستتطلب أيضا نخبة جديدة من الكفاءات في مختلف المناصب والمسؤوليات وضخ دماء جديدة على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية بما فيها الحكومة. وأوضح أنه في هذا الإطار نكلف رئيس الحكومة بأن يرفع لنظرنا في أفق الدخول المقبل مقترحات لأبناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق. وفي خطابه رحب محمد السادس الذي تولى العرش في 1999 خلف لوالده الملك الراحل الحسن الثاني بما أنجزته البلاد من نقلة نوعية على مستوى البنية التحتية وما قطعته من خطوات مشهودة في مسار ترسيخ الحقوق والحريات وتوطيد الممارسة الديمقراطية السليمة.